يا الله يا الله يا البنية اتكسرت. أصبحنا وأصبح الملك لله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. خذ زبون وسكر. الله يصبحك لأنوار النبي سيدي راسي. أهلين شباك شباك شباك. ما بني شي لشوفي. لك شباك سيدي راسي شباك شباك. فريد الخلع منصبي عليك شبنا. نحيك يا ميت أهلا وسهلا. شرفتونا يا علم الله شرفتونا. ميت أهلين وسهلين. نحيك ايه منيح كتر خيرك. مر سيدي. ايه ما يأمر عليك ظالم سيد راسي. دي اسألك دخيل روحك أبو صلاح، السنة جبتوا كشكش جديدة شي؟ لا هالسنة ما جبنا، عنا من عم نوال. شوف إذا الكشكات كانوا من عم نوال أخر هيك لنشوف الحرمة شو بدها. مر يا أختي. الله يعافيك. ايه عندي على عيني. شوفي يا اختي اذا كانوا الكشكات شغل عم نوال بيكونوا مقطعين ومدودين. هادي ربالي. اي لا ما بدي. الله غناني يسلموا ايديك. ما عاد بدي كشكيف. نيحك عجبا هي طفشت الحرمة. بعدين مين اللي قال لك انه كشكاتي مقطعين ومدودين؟ مبينة سيدي راسي مبينة. اذا الكشكات من عم نوال بيكونوا مقطعين ومدودين، بعدين ليش عم تولاني؟ انا شو قلت لها الحرمة؟ الله وكيلك ما قلت لها شيء. هي لحالها انوربت ومشيت وبطلت تشتري. والله ما بعرف ليش بطلت تشتري. لك ابو نجيب امرني سيد راسي. ما يأمر عليك ظالم. سيد راسي سيد عيني بدنا نعرف نتسبب. حل عن كتفنا يرضى عليك. والله حقك والله حقك. شو الحكي بس زكاة روح مواتك. بدي درة منك الله يسترك. وبقديش بدك؟ قرب على المحاشي يا بي. الله يسامحك يا صلاح. الله يسامحك. مصاري لك عم نقول لك درة ملح درة شبنا. انت شايف البضاعة هي كلها اللي عندي؟ ايه؟ هي كلها حقها مصاري. دافي حقها مصاري. لك مو محرزين عم نقول لك كلها درة ملح بدنا ولي علينا. حسبي الله ونعم الوكيل. يحتك حريش الشر. بحبحون ابو صلاح بحبحون. لا تكون بخيل مثل جارك ابو فخري. هلا ابو فخري بخيل؟ ايه يا سيد راسي بخيل. ايه بخيل. طلبنا منه شقف الدهنة. شقف الدهنة لنسنية. قال شو بده مصاري؟ لا ما بصير لازم يعطيك. شلون ما يعطيك؟ لازم يعطيك. شفت شلون سيد راسي؟ لك ما قلت لك بخيل نوتي. تعرب على اليقين. لك ان شاء الله بيعيش باليدين. الله يخلينا على صلاح. ان شاء الله ما تبلى الهي. الطاقية حاجة. الله وكيلك حاجة طيب. الله لا يحرمنا الطاقية. خليني إياه يا سيدي راسي. مرحبا يا أسير. علينا بنجيب. الله يخلينا أبي أسير. لا تأخذها عادي على راسي بتموت إذا أبي أسير. علينا بنجيب. يا ساتر يا رب. علينا صباح خير. إن شاء الله نهارك على بصلاة على النبي سيدي راسي. لا 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 تأخذها عادي. قلت لي سيدي وطنشت. تسعك صباحك أصطفية. أهلين أبو نجيب. خير يا طيب. الله يجعلك بخير إلهي. شو سيد راسي؟ وين الصرماياتي صاحبك؟ شايفه مسكر. أصدق بجلدي؟ إيه؟ مو هو الراعي الجامع. شو بدك منه عندي؟ يا سيدي بدي توقع لي على شي صرماية والله نيلي تكون شغل حشمة سيد راسي. وليش بدك يا عم الله نبا؟ أرخص سيد راسي أرخص. الله يخلينا يا نجيب. مر سيد راسي. تعال أهلين أهلين سيد هاشم. يا أهلين سهلين. شلونك؟ الله يخلينا سيد هاشم. اسمع يا ابو نجيب. قلي سيد هاشم. في عندي صرماية جتني من اسطنبول. بس طلعت ضيقة على أجري. شو رأيك تقيسها على أجرك؟ وإن طلعت مناسبة بعطيك إياها. بلاش ولا بمصاري سيد راسي؟ لا بلاش. الله يخلينا سيد هاشم. ولك الله يخلينا سيد هاشم لا يحرمنا منه. الشرف سيدي شرف ناخذ صرماية شرف. لبكره ابو نجيب خليها لبكره. لك ليش سيد راسي؟ خير البر عاجله. ليش لبكره؟ لا تحط لي بالرز بصل الله يسترها. مزبوط بس الصرماية عندي بالدائرة مو بالبيت. بقى لبكره. ماشي فضي حالي بكره سيدي. يلا السلام عليكم. الله يخليك. وعليكم السلام.
شباب نجيب؟ نعم. شو في؟ وحد الله شو انا شو كنت نايم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وينك انت شي دراسي؟ وينك انت؟ والله من الصبح مستناكم. ليش وصلت لك كلالات محروقه؟ شو صاير عليك؟ بدي البسها شي دراسي. شوفت عينك ها؟ شو؟ اصابيعي مبينين. امسك امسك خذ السماي. قولي شو ها؟ جديدة هاي؟ لك لكن هاي اسطنبولية شغل تقوى ملوكية يا ابن نجيب ملوكية. يا سلام والله كتر خيرك يا سيد هاشم والله كتر خيرك. يلا البسها وزدت لي هذا اللي بجرك. يلا شو ها سيد هاشم؟ زدته لهذا اللي بجرك. البسها البسها؟ لا سيدي حوينت هاي تلبس للعياد هاي من عيد العيد سيد راسي هاي لك شو بده. يلا السلام عليكم. وعليكم كتر خيرك سيد هاشم. كتر خيرك الله خلينا سيد هاشم. يا سلام جديدة ريحة الجلد واصلة لهون. شو الحكي على الميتة بتخدمنا شي 10 سنين هي. يا شو حلو هالمشاية يا بي. يلا صيبيها بالعين صيبيها بالعين العمى بعيونك العمى. شو مانك شايفة صرامي بحياتك؟ بلا يا بي شايفة صرامي بس ولا برا شفتك جايب صرماية جديدة مثل هاي. الله يجيرنا من عينك يا بي. شو قديش صار لك بشتري مشايتك العتيقة؟ ما صار لك ابي ما صار لك زمان. هي اشتريتها من المختار سنة اللي اجا ملك المانيا على الشام. شو كان عمرك وقتها؟ شي شهرين ثلاثة بس. ليش المختار ببيع مشايات؟ لك ابي انت شو بدك بهالشغلة؟ يا بي اوهو حسبي الله ونعم الوكيل. ولك ابي خلاص العمى الله يخليك يا بي. جيب لي مشاية جديدة والله مشاية تحترت. عم البس مشاية نجيبة اللي صغرت على رجلها وما عم اعرف امشي فيها قد ما لكبيرة رجلي. مشي حالك لك ابي فيها. لا مشي حالك نول العيد بوصيلك ابو محمد سكافي على شي مشاية مالله نيت مشي حالك فيها. بعدين ليش بدك تكبي مشاية نجيبة؟ مو حق مصاري لك ابي. لك ابي مو حق مصاري. بس يا بي نحن ما دفعنا حقها. هي فهمية بنت ابو شاهر عطتها لنجيبة اول عم نول. خلصي ليه؟ خلصي بقى كتر تلعي. قال بنت ابو شاهر قال شو عولي على السمعة. ها يخرب بيتكم ما بتشبعوا طلبات. حسرتي عليكم يا أمي. شو بده يصير فيكم بعد ما موت؟ الله لا يوفقك حارمهم من كل شيء. بحياتك ما فرحت قلبهم بغلط كله شحادة بشحادة. حتى لقمة الأكل ما لنا شبعانينا. جمع بهالمصاري وبهالذهب مشان بكرة يحطوا لك إياهم بشيوب الكفن. أبو نجيب شبكي؟ خلي هالبنات يطالعوا لهم شوية أورما يساوون على بندورتين. والله ما عم يقدروا يوقفوا على رجليهم من قلة الأكل. يا حسرتي عليهم. ولك يا حرمي يا حرمي خافي ربك. ولك خلي الأورمات للشتوية. اك ايه مالنا عم ندوقهم لا بالصيفية ولا بالشتوية. وكل ما حدا دبح ذبيحة أو ضحى ضحية بيبعت لنا شوية لحمة وانت بتحطهم بهالجرة وبتسكر عليهم وبيخربوا وبيدودوا وآخر الشي بتكبونا. شوي صغيرة ها شوي صغيرة لا يكتروا. والله خوينا تهترى أحسن شي بطيرة أبو محمد سكافي. هي على الميتة بيطلع حقها شي نصف جديد. خليته قال على شي سماية مقلني وبيعوا ياها. والله ما بسها البسها والله ما بسها. السلام عليكم. أهلين أبو نجيب. أحلى أبو ياسين والله. يا ساتر يا رب. السلام عليكم. مرحبا فخرية. شو سيد راسي وين صاحبك؟ كمان مسكر كمان حاطط العصاية ولي علينا. مو هون شو بدك منه؟ لك شو بدي منه؟ مشان الصرماية سيد راسي. مشان الصرماية المقلنة؟ ايه نعم سيد راسي مشان الصرماية المقلنة. وينه؟ ايه ما بعرف وينه ما بعرف امتى بده يرجع. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب شو على هاي بعدين يعني؟ مرحبا عمي ابو فخري. اهلين ديبو. بيسلم عليك المختار بيقول لك
انه بعد العشاء رح يروح هو واهل الحاره لعند ابو عبده ليبارك له بمشيخه الكار، والتجمع بعد صلاه العشاء عند المختار المضافي بقى مشان تجي على المباركه. ايه شو علي؟ وجب وجب قل له وجب. مباركه مباركه. ايه عمي ابو نجيب مباركه. وفيها شيء يا عمي ديبو؟ يعني ولا عالناشة ما فيها لحظة اصبع يعني؟ شو عمي ابو نجيب؟ معقول عالناشة؟ في مدلوقة وفي كنافة والذي منه رح تاكل اصابعك اكل. افخري لازم نروح سيد راسي، لازم نروح. شو الحكي؟ واجب شو الحكي؟ لازم نعمل واجب ولو يا ديبو. لك الله يصلحك لك ديبو، ليش قلت له من هلا؟ شو تفضلتوا سيد راسي؟ شوف كيف ريالته عم تشط من هلا. ايه تشط سيدي، شو دخلك انت؟ نحن عم ناكل على حسابها. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك الله يبشرك بالخير الهي، لك الله يعطيك ليشوف ديبو، الله لا يحرمنا منك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.